إذن ضربت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بموجة من الطائرات الكاميكاز المسيرة الإيرانية الصنع، ما أسفر مشاهدينا عن مقتل عدد كبير من السكان هناك. إذن هذه الهجمة التي أتت على وسط العاصمة كييف أسفرت عن مقتل عدد كبير من السكان، والذي أكد أن الحي الرئيسي وسط العاصمة شهد 3 انفجارات. إذن بوسط الحي الرئيسي من العاصمة الأوكرانية، تلك المسيرات أيضا ألحقت ضررا كبيرا بالمباني والبنى التحتية المجاورة هنا بهذه المناطق. وحسب شهود عيان فإن أحد النقاط المستهدفة في الحي كانت مبنى لمؤسسة الكهرباء والطاقة. طبعا الدفاعات الأوكرانية استطاعت أن تسقط 37 من هذه المسيرات الروسية الأوكرانية أو عفوا الإيرانية الصنع، ما يعني تدمير نحو 86% من عدد المسيرات المهاجمة. لنستمع مشاهدينا لما قاله مراسل العربية حذيفة عادل من أحد المواقع المستهدفة وسط العاصمة كييف. في الحقيقة يعني الأمر أصبح أشبه بعادة، تستيقظ كييف كل يوم على وقع هذه الانفجارات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ولكن في الغالب هي تخطئ الأهداف وتقع في مباني سكنية كما تشاهدين أمامك بالقرب من هذه المنشآت للطاقة. سأبتعد عن الكاميرا قليلا لتشاهدي معي كيف هو الوضع الآن. ما زال عمال الإنقاذ يعملون الآن في هذا المبنى السكني متعدد الطوابق، يحاولون إنقاذ المدنيين العالقين بالداخل. حتى هذه اللحظة تم يعني إنقاذ حتى الآن عدد من المواطنين الذين يسكنون في هذا المنزل، وما زالت تسمع أصوات المدنيين في الداخل. عمال الإنقاذ يعني يحاولون بجهد كبير أن يصلوا إليهم. هذا المبنى هو يقع بالقرب من محطة القطار، ولكن هو قريب جدا من أحدى أكبر محطات الكهرباء والتدفئة في العاصمة الأوكرانية كييف. أطلق الروس اليوم من الاتجاه الشمالي من الحدود البيلاروسية، من داخل الأراضي البيلاروسية، ما يزيد عن 40 طائرة مسيرة بطراز كامكازي شاهد 136. هذه الطائرات استهدفت جميعها العاصمة الأوكرانية كييف، 4 منها استطاعت أن تصل، وأسقط الدفاع الجوي الأوكراني 37 طائرة